سابقا في الأب الروحي. لما أبويا حطني زمان في المكان ده عشان أراعي شؤون العيلة كنتش أكبر إخواتي، بس هو كان شايف إن أنا بس اللي أنفع في المكان ده. ستك حلمت بيك من قبل ما تشوفك، حلمت إن أنت بتغير كفر الخير لكفر العطارين وبتلم الخير من البلد توزعه على كل محتاج. ستك قالتها لي يا زين، قالت لي عيل من عيالك يا صالح، لما جيت للدنيا قلت هو ده زين وسميتك زين عشان تبقى زينة إخواتك وكبرهم ورجلهم. الأيام عدت بسرعة أوي يا زين، كل الحاجات الصعبة اللي عدت علينا وكنا فاكرينها مش هتعدي عدت. عديناها عشان كنا دايما في ضهر بعض. أبويا سليم، أنت عارف قبل ما يموت قال لي أنت كبير العيلة، والعيلة غرقانة لشوشتها في الدين ولازم نسد الدين. زين العطار فنى عمره على العيلة دي، واللي عملوا ليها ما يتنسيش. من بكرة العمودية خلاص بقت لصبري، ده أقل حاجة ممكن تدفعها لأخوي مكان كل خطوة كان ممكن يمشيها وانت حرمته منيها. انت طبعا عارف جزاء الخيانة ايه، بس اللي منعني عنك اللي ابوك عمله معايا. انتوا ايه حكايتكم بالظبط؟ هربانين من ايه؟ مهربانينش، احنا جايين نشتغلوا. تفهمنا يا رايق، مين الراجل ده؟ الراجل ده سيد الصايغ، بلطجي المنطقة. انت سيد العقلين يا صايغ، خلاص العيال غلطت والسماح مطلوب. انا وافقت ان انتوا تقعدوا هنا لما عباس قال لي ان انتوا عيال غلابه وجايين تدوروا على شغل. الخطر اللي في الشغلانه دي ايه؟ الخيانه. اعوذ بالله يا معلم سيد. بصراحه ربنا انتوا في العمليه الاخيره مخمختوني، طلعتوا رجاله بصحيح. كله بتوجيهاتك يا معلم. بدا عليه ليل نهار ربنا يحرق قلبه زي ما حرق لي قلبي على ابويا. اكبر وتعلم عشان تعرف تاخد حقك من اللي ابوك زين حرمك منه سنين ورماك زي الكلب قبل حتى ما تتولد. انا طنطك هناء ام يحيى اخوكي يا عيني، وكنت في يوم من الايام مرات ابوكي، بس مرات الاولى. 65 418. ايه ده ان شاء الله؟ رقم تليفوني. انت اسمك ايه؟ انا اسمي هناء. اسمي جميل هناء. انت ايه حكايتك مع البنت هناء بنت الراجل ده؟ عايز اتجوز هناء يا سليم. ما تخلينيش اعيش معاك في خوف وقلق زي ما كنت عايشه مع ابويا. نفذ وعدك يا زين. اللي عاوزه ربك هيكون. انت فاكر ان احنا قاعدين هنا علشان نحمي حتتين سلاح دول؟ احنا قاعدين عشان نحمي حاجه اكبر مني ومنك ومن زين العطار. امانتكم في الحفظ والصون. قبل ما تطمني على الامانه طمني على الاولاد الاول. العيال بخير وامانتكم دين في رقبتنا. جاي تقتلني انا يا عمار؟ انت تعرفني؟ روح يا ابني. ازيك يا صبري؟ الغيبة طولت شوية أنا عارف، هي الدنيا كده، تحب تبعد القريبين، تجرينا طول عمرنا وإحنا فاكرين إن إحنا اللي سايقين، لكن الحقيقة إن هي اللي سايقانا. تاخد الصاحب من صاحبه والأخ من أخوه والابن من أمه. وحشني والله يا صبري، زعلان على كل يوم بيعدي وأنا بعيد عنكم، عشان عارف إن عمره ما هيتعوض. عرفت انك اتجوزت، اوعاك لما تخلف تسمي صالح عشان انا عايز اسمي ابني على اسم ابوي. والله فرحت لك قوي يا اخوي. اخبار امك ايه؟ خلي بالك منها يا صبري، قل لها تدعي لي وعرفها اني ماشي بدعواتها ورضاها عني. امك غلبانه وظهرها مكسور، انا عارف انك مش محتاج وصيه، مالكش بركه اللي هي يا صبري. خلي بالك من اخواتك، ادعي لي اخوي وخلي جنب اخواتك وشيلهم. بوس للواد شريف وكل الحبايب، ربنا يقرب البعيد. اشوفكم على خير. اخوك زين. احنا هنبطل شغل مع نشأة الفخراني. ايه الكلام ده يا معلم؟ ده هو اللي مشغلنا. جريوت انت هتعلمني شغلي ولا ايه؟ لا لا العفو معلمي، ما اقصدش. انا خلاص جاي لنا عرض كبير، هنشتغل مع عادل الجبري وده اللي فوق نشأة الفخراني. بعدين اديت الناس كلمه وقريت فاتحه. خلاص دي فاتحه على الغدر يا معلم سيد. الغدر ان انت تغدر ضد نفسك، ما تكونش في مصلحه نفسك. وبعدين انت فاكرني يا زين انا جاي اشاورك واخد رايك ولا ايه؟ انا بس الفتره اللي جايه دي قلقان يحصل عوق ولا حاجه، عايز اشوف الرجاله بتاعتي واقفه في ظهري ولا لا. احنا في ظهرك يا معلم. يبقى خلاص على البركة. مش
اسمعوني كويس، الكلام اللي هقوله ده لو طلع برانا ممكن تطير فيه رقاب. اخلص وقت من الاخر. خير. معايا مرسال من ناشئة بيه الفخراني. وعوز مننا ايه ناشئة بيه الفخراني عشان يبعت لنا مرسال؟ كتير، هيعوز كتير وكله بتمن. انا شامم ريحة خيانة ناشئة بيه الفخراني، وانا وانت بالذات يبقى الكلام رايح في حتة وحشة يا زين. عاوز مننا ايه ناشئة بيه الفخراني؟ المرسال ما يعرفش حاجة غير رسالته، اديكوا هتقعدوا معاه وتعرف. بس لو رضاكوا ترضوني معاكوا، انتوا برضو حتة من قلبي. قول له حدد المكان والزمان واحنا هنيجي. طيب. حضرتك عارف معنى الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ مالوش اكتر من معنى، انتوا هتبقوا رجالتي. بس ده تمر دم كتير قوي. ما دام الدم مش دمك انت في امان. سيد الصايغ ده يبقى حمايه. سيد ده ما ينفعش نتكلم عليه كتير. انا هبعتك عند واحد شغال معايا اسمه سلامه. تخلي بالكم من القلق هناك لغايه ما الدنيا تهدى كده شويه هنا، وهجيبكم معايا في القصر وتشتغلوا معايا كل حاجه. قلتوا ايه؟ وعمل ايه ده كله؟ بص يا زين، انا دفعت كتير قوي عشان اسمي يبقى كده في البلد وفي تجاره السلاح. ما ينفعش واحد يفكر يعاديني او يشغل دماغه عليا او يقل مني. انا بشوف الناس كويس قوي وشايف قدامي اتنين بيفهموا ويعرفوا يقدروا الفرصه اللي انا بديها لهم النهارده. انا هدي لكم مفتاح الدنيا دي كلها وانتوا تستاهلوه. انا بقدر اعرف مين يستاهل يكون تحت اسمي. ازيك يا بابا؟ عامل ايه؟ انا تقريبا دخلت في وسط اجتماع شغل. لا لا، سلمي على الاستاذ سليم العطار والاستاذ زين العطار. فرصه سعيده. انا اسف. اسيبكم انا بقى. قلت ايه في اللي انا قلته لكم دلوقتي؟ هنفكره. هنفكروش، احنا معاك انا شبيه. بس انا ما فهمش، انت كيف وافقت على طلب نشأة بيها الفخراني ده يا زين؟ شنو هو ده الصح؟ بس انت قلت انك ما بتحبش الغدر. سيد هو اللي غدر، وبعدين هو نفسه قال الغدر انك تخالف مصلحتك، واحنا مصلحتنا مع نشأت. انت عارف ان انا معاك في ايتها مصيبه يا زين، بس كده احنا بنلعب بالنار. خليك واثق فيا. تروح على وين دلوقت؟ روح على الحاره. انا احنا لازم نمشي دلوقتي. نمشي ايه بس؟ ده انا عندي لك حته خبر حلو قوي. خبر ايه؟ انا حامل يا زين. الدكتور قال لي ان شكلي هجيب ولد. قولي. بقول لك هجيب لك يحيى اللي نفسك فيه يا حبيبي. طب يلا احنا لازم نمشي دلوقتي. في ايه يا زين مالك؟ انت مش فرحان ليه؟ بدل ما تقول لي خشي نامي على السرير وكل طلباتك مجابه. هبقى افهمك بعدين، بس لازم نتحرك دلوقتي. فهمني في ايه يا زين اللي بيحصل؟ يلا يا زين لازم نمشي، مفيش وقت. يلا هناء مفيش وقت، يلا نمشي حالا. انا مش هتحرك الا ما افهم في ايه بالظبط. لو قعدنا كده هنموت كلنا. يلا يا زين. هنفضل هربانين من كده ولا ايه يا زين؟ مكتوب يا سليم، هنفضل هربانين لحد ما نوصل للي عاوزينه او نموت. يلا يا عباس. لا انا ما تعملوش حسابي معاكم في المشوار ده. انا حدايق انا وفتحي. مش هننسى اللي عملته معانا يا رايق انت وفتحي. لقى نصيب وان شاء الله نتقابل على خير يا عباس. بقول لك انت وهو، اي حد يشوفكم يسالكم عني انتوا ما شفتونيش.
ولو ما شفناكش يبقى ساعتها اقروا الفاتحة عليا وخلوا بالكم من فاتح. لا هنشوفك يا رايق هنشوفك. بقول لك ايه، خلوا بالكم رجالة سيد لو عايشة مش هيسكتوا. يلا لما بحبش تحلط الفراق ولا فتحي، هنروح عند جدك سمير. يلا يا رب عجل بهلكنا يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، نورتونا. اهلا وسهلا. وناش قد ايه مواصيني عليكم قوي. تفضلوا جواردار، تفضلوا. بس انا ما فهمتش ايه حكايه المكان ده يا زين. ده المكان اللي نشب بيخزن فيه السلاح، واضح ان الرجال دول بيساعدوه. واحنا بنعمل ايه هنا يا عاد؟ عايزنا نعمل ايه يا سليم؟ نرجع عشان نقتل؟ احنا من ساعة ما سيبنا البلد احنا ما فيش مكان في الدنيا يساعنا. اقعد ساكت، خلينا نشوف ايه مستخبينا. هو في ايه لكل ده يا زين؟ انا بسأل سؤال عادي. بعدين احنا من ساعة ما جينا وانت مش طايق لي كلمة، جرى ايه؟ حقك عليا يا سليم، بس كل ما افتكر بصت هناء ليا وابوها بيموت وافتكر اني بقيت اب، ببقى انا اللي بموت. الواد ده هيكبر على كرهي، مش بعيد في يوم من الايام ما هيكبر ويقتلني. مش هي دي العيلة اللي كنت مستنيها. بكرة يكبر ويفهم يا زين، وبعدين انت اكيد مش هتسيبه. بس الدنيا تهدى هنروح نجيبه من عند هناء وتربيه انت بمعرفتك. اربيه بعيد عن امه؟ استحالة يا سليم اعمل كده. يحيى زين العطار هيكبر في حضن امه، اكيد في يوم من الايام هيفهم اللي انت بتقوله. بس هتفتكر ساعتها هيسامحني؟ عوقتك ده ليه في الصحيان؟ معلش، اليومين اللي فاتوا كانوا صعاب، كنا محتاجين نريحوا شوية. لا براحتك، الدار دارك، رايح زي ما انت عايز. تعال بينا بقى ايه ناكل لقمة مع بعضين. بقول لك ايه، المكان ده ما فيهوش حاجة تتعمل بدل القعدة زي النساوين ولا ايه؟ يا راجل يا راجل، انت بقالك يومين بس، امال لما تكمل شهر هتعمل ايه؟ تعال تعال اعرفكم على الرجال. بقول لك ايه يا سلامة، المكان ده ما فيهوش نسوان. سليم، احنا جايين فيه ولا فيه؟ تعال اعرفكم على الرجال. سميح، بحر، صفوان. بقول لك يا سلام، عايزك في كلمتين. أؤمر. أمر لله. أمرني. أمر لله. هلا نشأ بيه بعتنا هلي ليه؟ تعرف لوش رقم أكلمه عليه؟ هو لما يعوز يوصل لك هيوصل لك، وطالما هو بعتك هنا يبقى أكيد في حاجة هتنفذها هنا. حاجتي دي لحد الوقيت الله أعلم، أنا ما أعرفش. بس هيبان أنت كأنك كده راجل مجدع. قول لي ايه حكايتكم وهربانين من ايه؟ هربانين من المكتوب. هربانين من المكتوب؟ مفيش حد يا ولد عمي بيهرب من المكتوب. المكتوب على الجبين لازم تشوفه العين، هيصيبك هيصيبك. عارف بس بجاوح. دي فيها كوبايتين شاي من يد اخوك سلامه ونقعد نحكي مع بعض.
سليم؟ لا الرجاله بتقول انه خرج الصبح بدري، تلاقيه يعمل مشوار ولا حاجه ولا حاجه. سليم مش راجع. متخافش يا زين، يصير الحي تلاقي. متخافش. سلام. قوم تعال معايا، عايزك قوم. عاوز زي ما تقول هنا. قوم بس عايزك في موضوع مهم. قوم تعال معايا. قوم. اللي شفناه ده أمانة. هيكون سر بيناتنا. هتفضل الأمانة في رقبينا طول العمر. ودين في رقبة ولادنا من بعدينا. بس الأرض دي مش بتاعتنا يا زين. هتكون بتاعتنا. ناوي على إيه يا زين؟ فهمني. عارف أكتر حاجة بخاف منها وفي نفس الوقت بكرهها هي إيه؟ إيه يا زين؟ الخيانة. من أول ما وعيت على الدنيا وأنا بشوفها ونفسي ألاقي العداوة. أبويا خانوا رجالته وسيد خانوا اللي مشغلينه. الخيانة أسوأ حاجة ممكن تشوفها يا سلام. ولقيت دواء للخيانة دي؟ بحلم بالرجالة كتير. ربيهم إن هم في اللفة. أبقى أبوهم وهم أولادي. تبقى أبوهم وهم أولادك؟ هتجيبهم منين دول يا زين؟ مكان ده يكون أرض أيتام كبيرة تربي فيهم العيال من كل حتة في الدنيا، تتقي ربنا فيهم وتتقي ربنا فينا لما يكبروا. يا مربي في غير ولدك، يا زارع في غير أرضك، مش هيعرفوا أب غيري. نيتك خير يا زين، وأنا بقلبي هحافظ على المكان ده لحد ما روحي تطلع للي خلقها. والأمانة والعيال ما تقلقنيش يا زين. قول لي ناوي على ايه؟ هرجع مصر شوف راسي من رجلي. الحمد لله على السلامة يا زين، نورت القصر. نورك انا شبيه. كل الناس بتحكي عنك وعن شطارتك. قول لي عاوز ايه وانا اعمله لك. عاوز عيلة وقصر زي ده. هعمل لك كل اللي انت عاوزه وهعرفك على كل الناس. ومش هتبقى الراجل بتاعي بس، هتبقى الراجل التاني بعديا. والرجل التاني بقى الرجل الأول يا سليم. نشأت مات بعد فترة بسيطة من رجوع يا سليم، ساب لي حاجات كتير قوي باسمي، القصر والشركة، بس ساب لي أهم حاجة حصلت في دنيتي كلها، ساب لي جيهان، حب عمري. حشتني يا سليم، فيش حاجة هنا من غيرك ليها أي طعم. قلقان عليك يا صاحبي، بس عارف إن عمر الشاقي بقي، وإنت طول عمرك أشقى واحد في عيلة العطار. عاوز تطمن على الشغل؟ طمن. بدأت شركة العطار للأدوات المنزلية، شغلانتنا اللي اشتغلناها أول ما جينا يا سليم، فاكر؟ والشغل التاني ماشي وبقينا أقوى. أخوك بقى واصل جوا سليم. نسيت أقول لك على حاجة كمان مهمة، بقى لينا ولاد كتير قوي، دار أيتام العطار، ولادي اللي ما خلفتهمش يا سليم، كلهم بيحبوني وشايفين أبوهم. بناخد أيتام من أي حتة في الدنيا، نعلمهم، خليهم رجالة، ولما يكبروا نخيرهم، يفضلوا يبقوا رجالتنا وولادنا، يسيبونا بس إحنا مش هنسيبهم. لحد ما نطمن عليهم وعلى عيالهم. من دلوقتي انتوا عيالي، ها؟ أي حد يزعلكم أو يدسلكوا على طرف تيجوا تقولوا لي طوالي. أنا من دلقيت أبوك وسلام. لساك بتسأل على الكفر. كلهم بخير. الدين سددته طبعاً. وعب حميد خلف من عيشة وقت سموه فارس. صبري خلف عبد الله. زينب حامل في بيت عاوزة تسميها على اسم عيشة. وأنا بقى عندي زكريا يا سليم، زكريا زين العطار. الغيبة طويل الجو يا سليم، كتبت لك 50 جواب مش عارف أبعتهم على وين. انت وين يا واد عمي؟ طبعا.
اتجوزت؟ اه وطلقت. وابنك؟ ابني؟ ابني مع مرتي رمياء ومشردة وحكاية كبيرة كده. سميته ايه؟ عمار. سميته عمار. عمار؟ بالعدل والقوة هنبني بيت العطارين، كل ما هننكسر والناس تفتكر ان القصة خلصت هنوقف من تاني، وحكايتنا هيفضلوا يحكوا ويتحاكوا عنها لحد اخر العمر. طريق العطارين لسه طويل.